اقرا اللي فوق السطور واللي ما بين السطور، كم حد كان مشهور، كم حد كان مغمور. واما الاتون بايد نلقاه بطل سنيد، والكل كانوا بعيد غيابه وحضور. انا وانت وانت كمان في القصه دي لينا دور، مش فارقه تطلع مين عطر بسيط دكتور. انا عندي ليك قمر لحظة شفتك فيها وأنا بحبك. وأنا كمان يا شمشون. إحنا لازم نتجوز. أيوة بس. بس إيه؟ أنا خايفة أهلك ما يرضوش، وأنت عارف المشاكل اللي بيننا وبينكم. محدش يقدر يفرق بين قلبين حبوا بعض أبداً. شمشون كان من قضاة شعب الله، وكان نذير للرب. على قد ما كان ليه من نقاط قوة، كان ليه نقاط ضعف. على قد القوة اللي ربنا مديها له لإنقاذ شعبه، لكن كان رومانسي جدا. لما كان بيحب، كان بيحب بإخلاص. شمشون حب بنت من الأمم، من بلد اسمها تمنة، وصمم إنه يتجوزها. اعمل حسابك يا بابا، أنت هتيجي معايا عشان تخطبها لي. مستحيل اللي بتقوله ده، عايز تتجوز واحدة مش من توبنا؟ بليز بقى يا والدي، أنا بحبها. ما تقولي له حاجة أنت يا نينا، وبصراحة كده شمشون من غيرها ممكن يموت. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تروح معاه اخطبها له، ده ابني الوحيد، انا مش عايزه الولد يضيع مني. حاضر يا ستي حاضر، اما نشوف اخر دلعك ده ايه. متشكر قوي يا نينا، ربنا يخليكي. شكرا يا بابا، انا هقوم اجهز بقى عشان نلحق. طب نروح. انا مش مصدق بقى شمشون ابننا اللي ربنا مديله قوه تهد جبال ينخ قصاد حته بنت زي دي، وكمان مش قادر يعمل كنترول على مشاعره، وسايب كل بنات العيله وراح يتجوز واحده من عيله اكبر عدو لينا. القلب وما يريد يا شيخه. بلاش كلام فاضي، بلا قلب بلا مخ بلا فشه. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، المشوار ده مش هروحه ولو على جثتي. واللي يحصل يحصل. انا خلصت. بتقول حاجه يا بابا؟ لا لا يا ابني، متسرب عليه. مش استنى ما نغير هدومنا ولا عايزنا نروح معاك بالشبشب والبيجامه. واضح ان شمشون عاش طفولته لغايه سن الشباب بيتجهز لإنقاذ شعب الله، ودي مسؤولية كبيرة. لكن على قد القوة اللي عنده، واضح إنه كان جواه إنسان رومانسي كيوت. بمجرد إنه شاف واحدة من بنات الفلسطينيين حبها، وده بنسميه الحب من أول نظرة، وبالإنجليش بنسميه الخب من أول نظرة. حب حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ الحب دون يا ما خلى رجاله بشنبات تولول كما الحرام. وعلى راي المثل، مرايه الحب عميه تقلب الكوسه باميه، واني مش غاوي باميه، اني بحب الكوسه. حكم هي اللي ماشيه اليومين دول. اديتهم كل حاجه وهم استغنوا عني. ايه ده ايه ده؟ كل ده شربته؟ ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ خانتني يا بابا، خانتني خانتني يا بابا. طيب كفايه شرب يا ابني، الله بتوديه فين ده كله؟ تخيل يا بابا، ابوها يستغل غيابي وراح مجوزها انتيمي، ويقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ما تتجوز اختها الصغيره. هو بيستقل بيا يا بابا؟ هو مش عارف ان انا شمشون الجبار
اللي قتلت ألف منهم بفك حمار. وديك تربقتها فوق دماغهم وأخدت حقك، يبقى لازم تنساها. أنا اتجرحت يا بابا، اتجرحت، اتجرحت. يا شمشون يا ابني، اللي أنت بتعمله ده بياخدك بعيد عن الهدف اللي ربنا اختارك علشانه، إنك تنقذ شعبك. أيوة، يبقى لازم تفوق وتنسى، لأن اختيارك من الأول كان غلط. لازم يا ابني ترجع لمكانك وتتقدم. تتقدم 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 وكفاية خلاص تتندم. للشمس للنور، للشمس للنور، مش هيعطلنا صور طول ما الدنيا حتدور. أنا من الدنيا حتعلم طول ما الدنيا حتدور. أنا من الدنيا حتعلم أتقدم حتعلم أتقدم. كفاية بقى، أنا اتخنقت. جايز يكون شمشون كان بيدور على حب حقيقي زي أغلبنا، لكن شمشون اتعرض لصدمة عاطفية كبيرة نتيجة اختياره الغلط. وفي مثل بيقول ما يقع إلا الشاطر، لكن لما الوقعة تتكرر يبقى هنا احنا قدام واحد عنده فرط في المشاعر ومحتاج علاج. يا عسل، تعالى قول الكلمه. ايه يا راجل انت، انا مش قلت لك 100 مره تحل عن سمايه ولا ايه؟ انا بس عايزك في حاجه. ايه ده، وكمان بتمد ايدك عليا؟ بس ما تهوديش. هو مفيش رجاله هنا تحميني ولا ايه؟ فين الشهامه؟ فين الرجوله؟ اهو في حاجه هرسها ولا ايه؟ وانت مالك انت؟ الله الله الله. معلش تعبتك معايا قوي. لا لا، فيش تعب ولا حاجة يا نسا. أنا دليلة، دليلة قوي. وأنا شمشون، شمشون جدا. أنت شمشون؟ إيه ده، أنتِ تعرفيني؟ طبعا. بجد؟ آه طبعا أعرفك. شمشون خرج من تجربة عاطفية، دخل في تجربة أصعب. تعرف على دليلة، حبها ووثق فيها من غير ما يفكر هي مين ومناسبة ليه ولا لأ. لكن يا ترى هي كانت بتحبه؟ ها دليلة، اخبار شمشون ايه؟ عرفت سر قوته ولا لسه؟ هانت. هانت ايه بس يا دليلة؟ هو كل يوم يضحك عليكي بالكلمتين دول؟ بقولك ايه؟ هو هيكون في الاخر بياخد مسحوق بروتين بتاع كمال الاجسام. بروتين ايه اللي يعمل فيه كل ده؟ هو انت يا واد مش لسه قايل لي انه بيعلم عليكم في الرايحة وفي الجاية؟ يعلم على مين؟ امال اللي في وشك ده ايه؟ وحمة؟ تعلم وشخبط كمان. اساسا شمشون ده محدش قادر عليه، ده كل رجاله المنطقه اللي كانوا بيباعوا بشنباتهم خلاهم يلبسوا طرح، يلبسوا طرح طرح. بقول لك ايه، احنا رامين املنا كله عليكي، عايزين في اقرب وقت نعرف نقطه ضعفه ونخلص عليه. وما تقلقيش، حقك محفوظ زي ما اتفقنا. طب يلا طيروا بقى عشان زمانه جاي. يلا. دليلة، وحشتيني. I love you. I love you too. غمض عينيكي. أهو. فتحي. دي بقى قشارة عشان تقشري بيها البطاطس. ودي بقى قطعة بيض. تفتحيها كده وتحط البيضة. شرايح شرايح شرايح. تحفة تحفة يا دليلة. شمشون يا حبيبي، مش عارف اقول لك ايه يا شمشون. ما تقوليش حاجه يا دليلة، انت عوضتيني عن حاجات كتير قوي. معاكي بنسى نفسي، بنسى روحي، بنسى انا ايه. بس انا مخصماك، يعني ايه كل ما اسالك عن سر قوتك تضحك عليا وتقول لي اي كلام؟ ايوه يا دليلة، اصله اصل ايه بس؟ انا نفسي اعرف شمشون الحنين الرقيق ده ازاي في لحظه بيتحول لوحش ومحدش يقدر عليه. طب بصي، انا هقول لك، بس اوعي تقولي لحد. للاسف شمشون كانت اختياراته في الحب غلط، كان ماشي ورا مشاعره ولاغي عقله، وبسببها دفع الضريبه.
عينيه اللي اتقلعت وقضى أيامه الأخيرة يطحن حبوب في سجن أعدائه. تخيلوا، دي كانت نهاية قاضي كان دوره خلص شعبه. أوقات اختياراتنا الغلط في الحب بتكلفنا كتير. راجع مشاعرك وخلي ربنا يحفظ قلبك ويكون هو أساس اختياراتك قبل ما تاخد أي قرار.